الفيديو رقم 3 هجاوب برضو على بعض الأسئلة بشكل سريع، مش كل الأسئلة لأن الفيديو لو هجاوب على كل الأسئلة هيطول جدا. فأول سؤال كان أسئلة موظف الهجرة في المطار، أسئلة بسيطة جدا، تبقى سؤال أو اتنين، هتقعد قد إيه، هتقعد فين، وبعدين بيختم لك يعني بتخش. في بس حاجتين عاوز اتكلم عليهم. اول حاجة الفرق بين السفارة وموظف المطار. موظف السفارة ده بيبقى تبع وزارة الخارجية، موظف المطار تبع الهوملاند سيكيورتي، يعني هم ملهمش دعوة بعض شوية، وهم بشكل عام ما بيحبوش بعض كمان. في حاجة اسمها سيكندري سكريننج، لو هو حس او الاسم ظهر عنده ان هو ده اسمه مشابه لاسم مثلا حد، بتروح للسكندري سكريننج عشان يقدروا يعني يكشفوا على الاسم. ويعني الكشف ده بياخد من 30 دقيقة ليمكن ساعة، وما قدروش هم يسيبوك في الطابور بره، واقف موقف الطابور 30 دقيقة. انا كنت جاية مع اختي من مصر السنة اللي فاتت واسمها طلع، رغم انها جت امريكا 12 مرة قبل كده. رحت مع السكندري سكريننج ورا، وقعدنا حوالي 40 دقيقة، وبعدين نادوا عليها ادوا لها باسبور من غير أي سؤال وطلعنا. بس الملاحظة اللي أنا عاوز أقولها إن في حد كان قال إن هم بيعملوا سكندري سكرين للعرب. والله أنا في ال 40 دقيقة دول كل اللي دخلوا واللي خرجوا ما كانش فيهم ولا واحد عربي غير إحنا بس. فيعني الواحد المفروض ما يخافش وما يتوقعش إن هو عشان عربي هيستقصدوه هو. اوكي، فيست دراسه سنتين. كان في حد قال ان انت قلت ان فيست دراسه سنتين، انا لا، الحقيقه انا يمكن ما كانش سنتين ولا حاجه، انا كنت بتكلم على الكوميونتي كوليدج سنتين. هو فيست دراسه تبقى حاجه اسمها ديوريشن اوف ستاتس. ديوريشن اوف ستاتس دي بمعناها ان انت طول ما في انرولمنت للجامعه في السبرينج والفول بتبقى الفيزا شغاله. حتى السمر كورس مش محتاج ان انت تاخده كانترناشونال ستودنت. في حاجه اسمها اوبشنال براكتيكال تريننج، ده للرد على السؤال طب بعد ما كملت دراسه واتخرجت هعمل ايه. بتروح برضه للانترناشونال ستودنت اوفيس، بتقول لهم انا عاوز اقدم في البرنامج ده، بيمدوا لك الفيزا، وهم اللي بيقدروك يساعدوا في الحاجات دي. برضو بقول ان اكتر واحسن من المحامين، لان هم دي شغلتهم، بيعملوا بيتعاملوا مع الانترناشونال ستودنتس بس. فدي ده اوبشن كويس جدا للي عاوز يكمل عقبال مثلا ما يخلص ورق او يقدم على فيزا عمل بعد كده. اوكي، سؤال الولاده. والله انا عندي تجربه شخصيه مع شخص ان هو يعني ما علينا، وكنتش عاوز اجاوب على السؤال ده، فهجاوب اجابه بسيطه جدا عشان بس صاحب السؤال يعني يستفيد. الولاده تبقى في حدود 6-7 آلاف دولار، ممكن او ممكن توصل 10 آلاف دولار لو الولاده يعني فيها حبه مشاكل شويه لا قدر الله. يعني ما بيقعدوش الام او الطفل كتير في المستشفى، يعني ممكن الليله والتانيه وبيقولوا لهم يعني كملوا في البيت. الطفل طبعا بياخد الجنسيه وبياخد انشورنس كطفل، وفي حبه يعني مزايا شويه وكده. بعد كده حسب الفيزا بتاعه الاب والام هتخلص، او الاقامه اسف هتخلص امتى، بيضطروا يسيبوا البلد ويمشي. مش معنى ان الطفل بقى يو اس سيتيزن ان هو يقدر الطفل يقعدهم. الكلام ده لحد 18 سنة لما الولد او البنت يكبروا ويقدروا يقدموا للاب والام. في حاجة بس للتقديم، ان اي تقديم لازم بيبقى ليه سبونسرشيب. فلو هو الشخص اللي بيقدم على الورق بيسبونسر الاب او الام وبيشتغل والانكم بتاعه او بتاعها يقدر يغطي، بيقدم هو على او هي على الاب والام على سبونسرشيب. لو ما فيش بيشوف حد قريب او صديق او كده يعمل لهم سبونسرشيب. لو الورق بيتقدم عن طريق الشغل طبعا هو اللي بيعمل سبونسرشيب. كان في برضه سؤال عن الاي 2 فيزا،
وكان الـ 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 الاختلاف شويه عن الرقم، الرقم اقدر اعمل انفستمنت بقد ايه. انا الكلام ده كان في ليا واحد صاحبي وكان كلمني من حوالي سنتين وقال لي شوف، كلمت المحاميه قالت لي علشان ما يبقاش في مشاكل في السفاره الرقم اللي هو لازم يعمل فيه انفستمنت بيبقى من 100,000 ل 150,000. الرقم الحقيقه مش محدد في على الاميجريشن ويب سايت، هو قايلين ان هو سبستانشال. فكلمه سبستانشال دي يعني مفتوحه لرؤيه موظف السفاره في مصر اللي هو يديك الفيزا. قال انت تقول له مثلا 50,000، هل ده يعتبر ان هو سبستانشال؟ ولا هم بيبصوا ل 100,000 120,000 150,000؟ حاجتين، الاي 5 فيزا عاوزه محامي كويس وفاهم في الاي 5 في انا اسف في الاي 2 فيزا عاوزه محامي كويس وفاهم في الاي 2 فيزا، لان هي يعني هي ليها برضو اكيد طريقه للفاينانس او بارتنرشيب ان هم ممكن يمشوا الموضوع من خلال ده. فدي حاجه. الحاجه الثانيه ان هي بتتجدد على طول، بس علشان هي تتجدد على طول انت هتقعد في البلد لفتره طويله. علشان تقعد في البلد لازم البيزنس ده برضو يدخل لك دخل، لان انت حتى لو حطيت اقل من 100,000، يعني كان في حد بيقول 80,000 مثلا، حتى لو حطيت 80,000 انت مش عاوز 80,000 يضيعوا عليك، انت عاوز تعمل يعني استثمار بحقه حقيقي، بحيث ان ال 80,000 دول تنميهم ويقدروا يدخلوا لك دخل تعيش بيه. فهو المنتاليتي ان انت مش بس رايح تجيب فيزا، لا انت رايح تجيب فيزا وتعمل مشروع برضو يعني يحقق لك دخل ان انت تعيش بيه. فحسب لو انت شايف ان انت ال 40,000 او ال 50,000 دول كفايه لموظف السفاره وكفايه ان هم يعملوا مشروع يعيشوك بيه، قدم عليه. انا مش من رايي ده، او مش بلاش رايي، انا راي المحامي اللي كنت بتعامل معاه ان هو مش اقل من 100,000. اوكي. كان في سؤال لمهندس ميكانيكي في كناتاكيت وكان شغال في ميكانيكي سيارات وبيقول هل ممكن اشتغل في مجال؟ ممكن. هو كناتاكيت فيها اللي اعرفهم يعني ثلاث شركات يقدروا يشغلوا مهندسين ميكانيكا. جي اي شركه من اكبر الشركات في العالم، يونايتد تكنولوجيز شركه برضه من اكبر الشركات في العالم وفي مجال الطيران، وبلاك اند دكر. بلاك اند دكر بيعملوا معدات وهو يعني البراند نيم بتاعهم معروف. فدي حاجه يعني ممكن تشوف الثلاث شركات دول، واكيد في شركات اصغر كمان في كناتاكيت. الحاجة بس اللي انا عاوز اقوله عليها ان لو حضرتك ميكانيكي سيارات وكويس، يعني الناس هتمسك فيك بايديها واسنانها، لان هنا المحامي الكويس، الدكتور الكويس، المحاسب الكويس، والميكانيكي الكويس الناس ما بتسيبهمش. فممكن في الهندسة الميكانيكا الافريج سالري ممكن يعني بيبقى 60 البداية، 60,000 في السنة، 85، وبعد كده لما بيبقى فيه اكسبيرينس شويه بيبقى 120 150 حسب الشركه وحسب البوزيشن وحسب الخبره بتاعتك. بس في حاجه، لو ميكانيك السيارات دي انت حبيتها ممكن تفتح انت المحل بتاعك بعد كده، وهتعمل اكتر كتير من 120,000 اللي هتعملهم كمهندس. لو مش عاجباك الحكايه دي وشايف ان انت يعني مش ملائمه لشخصيتك ان انت يبقى عندك البيزنس بتاعك، او مش عاوز ميكانيكا السيارات، فشوف جي اي ويونايتد تكنولوجيز وبلاك اند دكر. اوكي. سؤال عن، كان في سؤال عن المنح الدراسيه. وانا بصراحه السؤال ده انا ما اقدرش اجاوب عليه خالص، وحتى لو عارف حبه اجابات يعني انا يعني هتردد كتير ان انا اجاوب عليه، وهقول ليه. في حوالي اكتر يمكن 4,100 جامعه في امريكا، في جامعات بتدي منح دراسيه منها، يعني منها هي 4,000، وفي منح دراسيه بتبقى متوزعه على جامعات كتير، وفي منح دراسيه بتبقى تبع الستيت او تبع يعني منظمه معينه.
فبسهولة نقدر نقول إن في آلاف المنح الدراسية. فدي حاجة لازم الشخص اللي بيدور على منحة دراسية يدور عليها بنفسه ويسعى عليها بنفسه. أنا كنت بدور وكان ساعتها ما كانش فيه إنترنت، ما كانش دخل، الكلام ده كان في 93، يعني ما كنتش أقدر أروح البيت وأخش على النت وأدور، فكنت يعني كنت بلف على الجامعات يعني على رجلي، مش على رجلي طبعا، بس كنت بركب مواصلات. يعني هو الموضوع عاوز سعي شوية، وهو حتى السعي يعني بقى أسهل كتير دلوقتي. وعلشان كده يعني أنا حتى لو كنت عارف أنا كنت أتردد قوي إني يعني أجاوب بشكل مفصل، بس أنا ما أعرفش الحقيقة، وهبقى متردد لأن الشخص اللي بيدور إن هو يسافر ويدرس وعاوز منح لازم يعمل حبة هوم وورك بتاعه، مش يعني مش ممكن يقول شوف لي كذا في مجال كذا، طب فين، طب عاوز 4 سنين ولا سنتين، طيب في مجال ايه، طب انت رؤيتك ايه، طب لا دور لي انت. لازم تبقى الموضوع يعني في حبة مجهود من الطرفين. برضو الفيديو ده طول، انا هعمل فيديو تاني ان شاء الله، لان في جالي السؤال ده من شخصين، ويعني انا كنت بكلمه على التليفون، وهم الحقيقه يعني ناس في منتهى يعني الذوق وناس لطاف جدا، وكنت بتكلم معاهم لفترات طويله يعني، بس في الاخر السؤال اتكرر من منهم هم الاثنين، انت بتعمل كده ليه؟ وهو سؤال كويس طبعا، فانا هجاوب جزء منه المره دي وجزء منه المره الجايه ان شاء الله. الجزء منه المره دي ان انا ما بعملش كده للسبب اللي هقول، انا ما بعملش كده لاني عاوز اي حاجه ولا محتاج حد يعمل لي خدمات. انا مبسوط في الشغل الحمد لله اللي انا بعمله، ومراتي بتشتغل شغلانه محترمه، واحنا مستورين الحمد لله، وعاوز ولا حتى لايك ولا شير ولا اي ولا الكلام ده كله خالص، ولا حتى بفهم فيه كويس كمان. بعمله ليه بقى؟ يعني ان شاء الله الفيديو اللي جاي. مع السلامه.